السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني. بعد عدة شروحات قمت بها على أجهزة إيكون ولا زلت مستمر معكم في هذه الشروحات على هذه الأجهزة إن شاء الله، وجدت عدة أسئلة تطرح علي بخصوص هذه الأجهزة. ما هو أفضل جهاز في أجهزة إيكون؟ ما هو الفرق بين جهاز إيكون إيرون وجهاز إيكون إيرون بلاس وجهاز إيكون ويجو؟ وهل توجد خاصية الملتي ستريم في هذه الأجهزة؟ هل فعلا أجهزة الإيكون هي أجهزة خردة كما يقول البعض؟ هل فعلا هذه الأجهزة تتشنج؟ هل عند تحديث هذه الأجهزة تتوقف عن العمل؟ هل فعلا السيرفر بعد تفعيله لا يشتغل؟ كل هذا سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل، تابعوا معي. نأتي الآن إخواني إلى أول سؤال، يعني السؤال الذي يتكرر علي أكثر من مرة على الشروحات إخواني. ما هو أفضل جهاز في هذه الأجهزة؟ أريد شراء جهاز، بماذا تنصحوني في هذه الأجهزة؟ بصراحة إخواني هذه الأجهزة الثلاثة اللي هي جهاز الإيكون إيرون، جهاز الإيكون إيرون بلس، وجهاز الإيكون إيرون ويجو، يعني جهاز الإيكون ويجو، لا يوجد اختلاف بين هذه الأجهزة في الجودة، يعني نفس الجودة إخواني، نفس الجودة، يعني لا يوجد مشكل. ولكي تحدد الجهاز المناسب لك يجب عليك معرفة الأمور التي أنت بحاجة إليها في هذا الجهاز، يعني سأوضح لك بعض النقاط في هذه الأجهزة وأنت بنفسك تحدد الجهاز التي أنت بحاجة إليه. سنبدأ أولا بجهاز الإيكون إيرون. جهاز الإيكون إيرون إخواني يعني بين يعني بالنسبة لجهاز الإيكون إيرون وبالنسبة لجهاز الإيكون إيرون بلس وبالنسبة لجهاز الإيكون ويجو فهما نفس البروسيسور، يعني بروسيسور واحد في هذه الأجهزة، يشتغلان بنظام، هذه الأجهزة تشتغل بنظام الأندرويد. بالنسبة لجهاز، ركزوا معي قليلا إخواني، بالنسبة لجهاز الإيكون إيرون، الإيكون إيرون نظام الأندرويد فيه مفتوح المصدر، يمكنكم تثبيت عليه التطبيقات، هذا بالنسبة للجهاز الأول. بالنسبة للجهاز الثاني اللي هو جهاز الإيكون إيرون بلس، كذلك نظام الأندرويد فيه فهو مفتوح المصدر، يمكنكم تثبيت عليه التطبيقات. نأتي الآن إلى الجهاز الثالث، الجهاز الإيكون ويجو، فهو بنظام الأندرويد كذلك، ولكن لا يمكن تثبيت عليه التطبيقات لأن الشركة المصنعة قامت بإغلاق نظام الأندرويد في هذا الجهاز. نأتي الآن إخواني إلى الرام. الرام الخاصة بهذه الأجهزة فهي 2 جيجا، يعني متشابهة، نفس الرام في الويجو، نفس الرام في جهاز الإيكون إيرون بلس، نفس الرام في جهاز الإيكون إيرون. نأتي الآن إلى الذاكرة الداخلية. الذاكرة الداخلية لهذه الأجهزة بالنسبة للإيكون إيرون فهي 8 جيجا، بالنسبة للإيكون إيرون بلس كذلك 8 جيجا، بالنسبة للإيكون ويجو فهي 4 جيجا إخواني. بالنسبة لخاصية الملتي ستريم، كملاحظة إخواني بالنسبة لخاصية الملتي ستريم على الإيكون إيرون لا توجد خاصية الملتي ستريم، أكررها، على الإيكون إيرون لا توجد خاصية الملتي ستريم، أما على الإيكون إيرون بليس توجد خاصية الملتي ستريم إخواني، إيكون إيرون بليس توجد خاصية الملتي ستريم، أما على الإيكون ويجو كذلك توجد خاصية الملتي ستريم، يعني هذه الأجهزة الثلاثة توجد خاصية الملتي ستريم فقط على الإيكون إيرون بليس وعلى الإيكون ويجو. بما أنك تريد شراء جهاز من هذه الأجهزة الثلاثة، أنت من تقرر. إذا كنت تريد جهاز بنظام الأندرويد مفتوح المصدر تريد تثبيت عليه التطبيقات، فأنصحك بجهاز الإيكون إيرون أو الإيكون إيرون بلس. أما إذا كنت لا تهتم لنظام الأندرويد، بالنسبة لي أنا لا أهتم بنظام الأندرويد، يعني لو أردت الاشتغال بنظام الأندرويد يعني تثبيت عليه التطبيقات، أذهب وأشتري جهاز تي في بوكس وأثبت عليه ما أشاء من التطبيقات. بالنسبة لي أنا اخترت الويجو لأنني لا أهتم لنظام الأندرويد ولا أريد تثبيت عليه أي تطبيقات. بالنسبة لك إذا كنت تريد تثبيت التطبيقات، يمكنك شراء أحد الأجهزة الاثنين ما بين الإيكون إيرون والإيكون إيرون بلس. ولكن كملاحظة إخواني بالنسبة لهذه الأجهزة التي مفتوح عليها المصدر بالنسبة لنظام الأندرويد، يعني نظام الأندرويد مفتوح المصدر فيها، فإذا قمتم بتثبيت العديد من التطبيقات فأكيد سوف تلاحظون يعني بطء في الجهاز، لأنكم قمتم بتثبيت عليه مجموعة من التطبيقات التي لا فائدة منها. فأنصحكم إذا كنتم تريدون تثبيت تطبيقات كثيرة، أنصحكم بأجهزة تي في بوكس، يعني فبالنسبة لكي يشتغل الجهاز بالكفاءة
التي صمم على أجلها، يجب عليكم ألا تقوموا بتثبيت عليه الكثير من التطبيقات لكي لا تلاحظوا بأن الجهاز أصبح يتشنج به مشاكل، يعني لكي تتمكنوا من الاستفادة من الجهاز بجميع خصائصه بدون مشاكل. نأتي إلى سؤال آخر، هل أجهزة الإيكون هي أجهزة خردة؟ عندما طرح علي هذا السؤال، يعني سألت صاحب هذا السؤال، هل جربت هذه الأجهزة؟ قال لي بأنهم قالوا لي بأنها أجهزة خردة. يا أخي لا تقول لي بأنهم قالوا لك، جرب واحكم، جرب الشيء واحكم عليه. قبل التجريب لا تحكم على أي شيء كيفما كان نوعه، لا تحكم عليه، جربه ثم احكم. بالنسبة لبعض الإخوان قالوا بأن هذه الأجهزة تتشنج بخصوص جهاز الإيكون إيرون وجهاز الإيكون إيرون بليس. فسبب هذه التشنجات يا إخواني، عندما رسلت أحد هذين المتابعين الذي قالوا لي بأننا وجدنا هذه الأجهزة تتشنج، وجدت بأنهم قاموا بتثبيت عليها مجموعة من التطبيقات وتركوها في هذه الأجهزة، ولم يقوموا بالاشتغال، يعني يقوم بتثبيت مجموعة من التطبيقات ولا يشتغل بها. يعني الشيء الذي تريد تثبيته في الجهاز وأنت لن تستفيد منه، فما الفائدة من تثبيته؟ يعني أنت تريد تثبيت تطبيق ما، يجب أن تكون يعني ستشتغل بذلك التطبيق. أما إذا كنت يعني تريد تثبيته على سبيل التجربة، يعني بالنسبة لي أنا لا أفضل هذا الأمر، يعني المرجو ترك الجهاز يعني يشتغل بكل راحة. يعني عندما نقوم نحن بملء الذاكرة الداخلية للجهاز، أكيد سوف نلاحظ بأن الجهاز أصبحت به تشنجات. كيفما يكون نوع الجهاز، يعني كيف ما يكون نوع الجهاز، يعني عندما تقوم بملئه يعني يصبح الجهاز يعني يتشنج. هذه الأمور فهي معروفة لا بالنسبة للحواسيب ولا بالنسبة لأي جهاز يمكنكم أن تلاحظوا عليه هذه الأمور. هل فعلا عند تحديث هذه الأجهزة، أقصد جهاز إيكون إيرون، جهاز إيكون إيرون بليس وجهاز إيكون ويجو، تتوقف عن العمل؟ في بعض الأحيان نعم إخواني، في بعض الأحيان نعم، ولكن يكون خطأ من الشخص الذي يقوم بتحديث الجهاز، إما يقوم بتحديثه بطريقة خاطئة أو يقوم بتمرير تحديث. يعني فبالنسبة للشركة المصنعة قامت بوضع لكم جميع التحديثات يعني بالترتيب، تقول لكم قوموا بتمرير هذه التحديثات بالترتيب كما وضحت في الشروحات السابقة. سبق لي وقمت بمراجعة لجهاز الإيكون إيرون وشرحت طريقة تحديثي، وسبق لي وقمت بمراجعة لجهاز الإيكون ويجو وقمت وشرحت طريقة تحديثي. فرجاء يا إخواني لا تختصروا طريقة التحديث، لا تقوموا باختصار، تقوموا بتثبيت تحديث وتقومون بتجاوز بعض التحديثات وتنتقلون مباشرة إلى التحديث الأخير. بعض الإخوان من قام بتمرير، يعني من اشترى الجهاز، يعني هذه الأمور يعني رسلني بخصوصها بعض الإخوان، اشترى الجهاز الجديد وقام بتمرير التحديث الأخير مباشرة، يعني فأصبح الجهاز يتوقف عن العمل في بعض الأحيان، يكون الجهاز يشتغل ثم ينطفئ لوحده. يعني مثل هذه المشاكل إخواني فسببها أنه طريقة التحديث لم تمر بالطريقة الصحيحة. يعني يجب استعمال، يعني أثناء تحميل التحديثات قوموا بتحميلها عن طريق الحاسوب ووضعها في مفتاح USB يكون فارغ، ثم تمرير كل تحديث على حدة للجهاز لكي لا يصادف جهازكم أي مشكل. ويعني سأقول لكم كلمة إخواني، حاولوا الابتعاد عن تحميل التحديثات بواسطة الهاتف ووضعها في الميموار كارد ثم تقومون بتوصيلها بالجهاز. قد يكون في الميموار كارد الخاصة بكم بعض المشاكل التي قد تسبب مشكل للجهاز الخاص بكم، فرجاء انتبهوا إلى هذا الأمر إخواني. سؤال آخر إخواني، يقول بعض المتابعين بأنهم عند تفعيل السيرفر لا يشتغل. نصيحة لك يا أخي، عند تفعيلك للسيرفر قم بإطفاء الجهاز وإعادة تشغيله، وقم كذلك بقطع الانترنت، عن ليست بقطع الانترنت عن الجهاز بل بإعادة تشغيل الروتر الخاص بالانترنت. يعني قم بإزالة كهرباء عن الروتر وقم بإعادة تشغيله وسوف يشتغل معك السيرفر والاي بي تي في وجميع الخصائص في هذا الجهاز، بشرط أن تكون قد احترمت الطريقة الصحيحة لتمرير التحديثات والطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الأجهزة لكي لا يصادفك أي مشكل. فبالنسبة لي لحد الساعة أشتغل بالإيكون ويجو لم أجد معه أي مشكل، رغم أن مجموعة من الإخوان اشتروا هذا الجهاز مؤخرا وعند الاشتغال به
قال لك بانني عندما قمت بتحديثه لم يشتغل، تظهر لي يعني تبقى الصوره متوقفه على اللوجو الخاص بالايكون، يعني لا يشتغل الجهاز. عندما تراسله ما هو سبب هذا المشكل يقول لك لوحدي، وعندما تدقق معه في بعض الامور يقول لك بانني قمت بتحميل التحديث الاخير وقمت بتمريره للجهاز ولم يريد التمرير، فحاولت مع عده مرات ثم قمت بتمريره فانطفأ الجهاز فاصبح يظهر لي اللوجو الخاص. يعني لا، يعني بعض الاخوان هداهم الله لا يحترمون الطريقة الصحيحة لتحديث هذه الأجهزة. وأقولها لكم وأكررها لكم، هذه الأجهزة فهي اختلاف كبير عن الأجهزة الموجودة بالسوق، يعني أجهزة الخردة، فاختلاف كبير يا إخواني. فالمرجو الانتباه إلى طريقة التعامل مع هذه الأجهزة إخواني. أتمنى أن أكون قد وضحت لكم مجموعة من النقاط حول هذه الأجهزة. لمن يريد شراء أحد هذه الأجهزة وجب عليه أن يحدد الجهاز المناسب له انطلاقا من هذا التوضيح الذي وضحته لكم إخواني. أتمنى إخواني أن تستفيدوا من هذا التوضيح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.